كما قلت في كاع وسائل الاعلام، انا جا عندي تلميذ مع ديك الربعه كتبقى ليا من جوج سته، كيقول لي استاذه ردي بالك راه واحد التلميذ كيطلق لك بجنوي. هات انا ما خديتش الكلام ديالو على محمل الجد، قلت هذا التلميذ بغى يشوش عليا في الخدمه ديالي، ما عطيتوش داك الاهميه الكبيره. كملت الخدمه ديالي ولكن بقيت كنهضر مع راجلي في الميساج، كنقول له الواتساب، كنقول له راه شي تلميذ واقيلا راه غيتعرض ليا، راه قال لي واحد التلميذ جيت تلقى ليا. تلقى ليا حدا الباب ديال المدرسه، خرجت انا من الباب ديال المدرسه، يعني ما كاينش حتى شي جوج متر وما كاينينش مع داك الدفع ديال التلاميذ، حسيت شي حد دفعني. ملي درت كنشوف شكون اللي دفعني، كنحس شفت انا وجهه والضربه باش ضربني، ما عرفتش باش، جيت نمس هنا لقيت الدم كيخرج. رجعت للثانويه ديالي، رجعت منهاره نفسيا، يعني ما صدقتش اني يعني التلميذ ما دايره ليه حتى شي حاجه يجي يتعدى لك بحال هكا. مشيت لحي المحمدي، قال لي اختك تخيطيها في 20 غشت، ودابا حنايا في مصلحة ديال الطب الشرعي باش نكمل الوثائق ديالي القانونيه. اللي المشكل اللي كانت عدو هو ان ضرب استاذه ديال التربيه الاسلاميه نهار الفرد اللي كدوزو ليهم بالشكاره ديالو بكخطاب ديالو في راسها، خدا مجلس القسم، يعني الاساس دا قال تيقريو مات وسيونس وفيزيك وتاريخ وجغرافيا، انه يبدل المؤسسه، ماشي الطرد وانما يبدل المؤسسه. فتكتبت في الطابلو ان هذا الوليد خصو يبدل المؤسسه. ملي قراها جات مو سباتني انا، عيرتني، مشيت للكوميساريه اللي حدانا درت بها بلانت. هي ملي جات عيرات وهدات وسبات بالهضره الخايبه، ولكن درت بها البلانت، قلت صافي راه الامن غيكمل الاجراءات ديالو. قلت راه انا السيد راه امك تقول لي غيعتدي عليك وهذا. حتى كنتفاجئ نهار البارح نهار الاربعاء انه كيجي وكيتعدى عليا. هو ما نقدرش حيت انا شفتو جوج حصص، ولكن من المعلومات اللي كاينه عندي انه هو جاي، حتى هو جاي ببلان دارته به الاستاذه اللي كانت كتقري في المدرسه اللي قبل ما يجي عندنا. حنا يلاه التحق بالمؤسسه يلاه شي شهرين، كلشي تصدم، كلشي ما تقبلتش. انا بنفسي ما تقبلتش، ولادي صغار ما كاين ما غيتقبلوش، والديا إلتي بالعكس، واللي انا كنشوف انا الضربه اللي ضربت انا بحال ضربه با هو اللي ضرب ماشي انا. بقى في الحال يشوف بنته اللي كان كيقريها باش تولي استاذه انا تجي ومضروبه. هذا كنبغي ولادي انا اخر مهنه يديروها هي مهنه الاستاذ، اي حاجه الا استاذ. والله انا براسي ما نبغيش شي حد دابا يقول لي استاذه، والله ما نبغيش شي حد. كنشكر عائلتي، ولادي، جيراني، تلامدي، كنشكر كلشي اللي كيعازرني انني نتغلب على هذه المحنه نفسيا والله.